نجحت وساطة قبلية في إطلاق سراح 73 جنديا كانوا قد أسروا مطلع فبراير الماضي من قبل مسلحي أنصار الشريعة المرتبطين بتنظيم القاعدة في أبيان جنوب اليمن. كانت الوساطة وصلت إلى أبيان برفقة عشرات من أهالي الجنود الأسرى ووفد حقوقي وصحفي. مسلحو أنصار الشريعة كانوا هددوا بإعدام الجنود الأسرى ما لم يتم إطلاق سراح عشرات من معتقلي تنظيم القاعدة في السجون اليمنية. معنا على الهاتف من عدن الصحفي أنيس منصور. أنيس مرحبا بك معنا. يعني كيف نجحت إذن وساطة قبلية في الإفراج عن هؤلاء الجنود وفي إنهاء أزمة كانت مستعصية على الحل في الفترة الماضية؟ عزيزي، هو أن يعني مارست تنظيم القاعدة مارست عملية ضغط كان يريد تبادل الأسرى بينه وبين السلطة حيث وجود مئات المعتقلين من تنظيم القاعدة في السجون اليمنية، لكن ظلت هذه عملية الضغط. رفضت حكومة الوفاق وعبد الرب منصور هادي رئيس الحالي رفض أي مساومة أو أي تفاوض أو أي عمل في مسألة أن يتم الإفراج عن القاعدة مقابل الإفراج عن الأسرى، وأقروا إصرارا كاملا على أنهم لا يمكن أن يتنازلوا أو يقدموا أي تنازلات لتنظيم القاعدة أو يجروا أي حوار مع تنظيم القاعدة، وأن الحسم العسكري هو الأساس مع تنظيم القاعدة. لكن هناك وساطات بذلها مشايخ علماء دين وبذلها مشايخ اجتماعية وبذلها أيضا الشيخ طارق بن ناصر الفضلي جهادي سابق وهو الآن أحد الوجهات الاجتماعية في أبيان، إضافة إلى عدد من المنظمات المدنية والمنظمات الحقوقية بينها منظمة كرود ومنظمة الكرامة. وانطلقوا في موكب يوم أمس، وأنا شاهدا على هذا الموكب إلى أمام أنصار تنظيم القاعدة، وهناك استقبلهم استقبال وقدموا لهم شفاعات ونداءات ومطالبة بالإقناع عن مسألة إعدام الأسرى، لأن ذلك ليس له يعني أي سند شرعي أو قانوني أو حتى يعني بالضبط. لكن تم التجاوب من قبل ناصر البحيشي وهو زعيم تنظيم القاعدة في أنصار في زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تجاوب مع هذه الطلبات وأصدر بيانا يوم أمس العصر على أنه سيتم الإفراج عنهم اليوم، وتم إطلاق سراحهم اليوم. وكان حاضرا اليوم أيضا قاسم الريني رئيس الجناح العسكري في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أيضا، ولوحظ أيضا يعني عملية فرح وسرور وإطلاق تكبيرات كما هي عادة أو أعتقد تنظيم القاعدة إطلاقها والأناشيد الجهادية التي يطلقونها في شوارعهم. طيب. وخرج الناس فريقين مسلمين وتمت عملية إفراج عن 73 أسيرا من قوات الجيش. أستاذ أنيس، يعني من خلال كواليس هذه المفاوضات، يعني ما الذي حدا ب يعني عناصر القاعدة لتغيير موقفهم في هذه القضية بعد أن كانوا متشبثين بآرائهم وبمطالبهم؟ يعني هل وعدوا بشيء؟ يعني هل كان هناك مقابل معين؟ تنظيم القاعدة يعني فتحت عليه أمامه عدد من الجبهات كثيرة جدا، جبهات عن طريق الجو بالطيران الذي كثف يعني من ضرباته على تنظيم القاعدة، إضافة إلى جبهة في لوزر وجبهة في منطقة سطرة ومنطقة عزان ومنطقة زنجبار ودعات، تعددت جبهات تنظيم القاعدة وهم يعني محصورين بأعداد معينة، إضافة إلى أن تنظيم القاعدة يريد أن يقدم للناس على أنه هو متسامح وعلى أنه هو يعني يقدم صورة نموذجية رائعة من خلال إطلاق الأسرى وأنه يتعامل معهم بالتعامل الحسن وليس كما يعني الحملة الدعائية التحريضية التي شنوها. هناك هم أصدروا بيان وكان البيان الذي أصدروه تضمن على أنهم وجهوا رسائل للمجتمع الدولي للمجتمع المحلي للناس للرأي العام على أنهم لديهم حسنية وأن لديهم واجب إنساني وأنهم طلبوا تعهدات من هؤلاء الأسرى بعدم ممارسة أي عمل مع قوات الجيش اليمني ضد تنظيم القاعدة وأن الحرب ليست بينهم كيمنيين. يعني اليوم أيضا ظهر الشيخ طارق الفطري بصفته أحد الوسطاء كما قلنا بين القاعدة وأهالي الأسرى، والشيخ عوض بن نجار أحد الحلفاء والدعاة، وظهر قاسم الريني وهو عملية جديدة تؤكد على أن أنصار الشريعة هم اسم محلي لتنظيم القاعدة والتنظيم العالمي. شكرا لك أنيس منصور الصحفي.